الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. على بركة الله انطلق الشوط العاشر بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية قبل لحظات مع تحديات هذه الشعارات الحاضرة مع سن الإجذاع مع سن الامتاع والمتعة بحضور هذه الشعارات الكبيرة المتواجدة الحافلة بالإنجازات، هذه الأعداد الهائلة التي تشارك في هذا المهرجان الغالي. فإن دل ذلك على هذه الأعداد يدل على نجاح هذا المهرجان بشتى مقاييسه، بأيضا أشواطه العينية وأشواطه النقدية ورموزه الثمينة مع تحديات هذا المهرجان. مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، لنبدأ مع مسيرة هذا الشوط والمركز الأول لأتابع مرضي على المقدمة والصدارة. تعود الملكية لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، يقدم لنا انطلاقة مرضي على البداية. المركز الثاني أتابع معكم تقدم بواج من يحمل الرقم 2 عبد الله بن حزام بن راشد الزعبي، يقدم لنا انطلاقة شعاره. المركز الثالث أرى وأتابع مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري، يقدم لنا انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع قدومي وانطلاقة وتقدم الخلاوي عبد الله بن سحمان بن عبد الله الغالي المري مع انطلاقة المركز الرابع. خامسا أتابع معكم تقدم شاهين عبد الله بن ناصر بن مبارك بن سويد الهاجري مع انطلاقة المركز الخامس. شعار بن سويد يحضر ويتواجد مع الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة، وهنالك خلف الخمس شوفوا الأعداد شوفوا الشعارات والانطلاقات والتحديات والحضور لشعارات أبناء القبائل أبناء دول مجلس التعاون الضيوف الأعزاء وأبناء هذا الوطن المشاركين مع تحديات سن الإجذاع ومسافة 6 كيلومترات التي تحكي لنا قصة ورواية وتحديات أشواط هذا الصباح. شكرا يا بن خزينة على هذه اللقطات الجميلة ليستمتع المتابع والمشاهد لهذه الرياضة خلف شاشة قناة الريان الفضائية، القناة الناقلة لأحداث ووقائع هذا المهرجان بتحدياته. لنعود بحضراتكم إلى المقدمة، وكأني أرى الأسماء الأربعة بدأت تنعزل عن بقية الأسماء الحاضرة في هذه التحديات في لقطة جميلة نتابع بهذه اللحظات مقدم الحجر المشاركة الحاضرة، وأيضا لقطة للأعداد الحاضرة بتحدياتها وبمشاركاتها وبقدومها نحو التتويج ونحو بوابة الناموس. انتصفت المسافة انتصفت المسيرة، انقضت 3 كيلومترات وتبقت مثلها بالتحديات. لنبدأ بفتح سجلات جديدة مع 3 كيلومترات النهائية المتبقية مع نداء للأسماء. أرى تغيير للمراكز، أرى تغيير للشعارات، أرى أسماء بدأت تخطف المقدمة وتسحب البساط لتكون هي الرائدة المسيطرة على المقدمة ومع الريادة. لنتابع معكم بواج بواج على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة، يحمل لنا شعار عبد الله بن حزام بن راشد الزعبي مع المقدمة ومع الصدارة. هذا الشعار كان موفقا في هذا المهرجان، كان له الحضور القوي في هذا المهرجان في سن الحقايق وفي الملتقى الجميل مع اللقاية، ليقدم لنا المتعة مع سن الإجذاع مع انطلاقة البداية. المركز الثاني أتابع من الجانب الأيمن غدومي وتقدم مرضي لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، ليقدم لنا صالح ما يرضي جماهير مع مرضي المتقدم على المركز الثاني. لكن أرى وأتابع المركز الثاني بدأ ينخطف من قبل وقاض على المركز الثاني لعبد الله بن سعيد بن رجاد آل منيف الهاجري، يقدم لنا شعاره. لكن
وصل ازهل ازهل قادم بالاسماء المرشحه القويه الحاضره بهذه التحديات. وصل الشرقي صالح بن حمد الشرقي ليقدم لنا شعاره مع تحديات الاسماء القادمه والمنطلقه ليكون الاسماء الخطيره التي تحضر بهذه التحديات. يحمل ازهل الرقم 5 ليتقدم مع المالك محمد بن جابر بن صالح بن جابر الشرقي على المركز الثاني المركز الثالث. وتابع معكم التقدم مشاهدينا الكرام من قبل بوادي عبد الله بن حزام الراشد بن عبد الله الزعبي المركز الرابع. وصول مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر بن شابل المري على المركز الرابع المركز الخامس. نتابع معكم التقدم مشاهدينا الكرام من قبل الفارس صالح بن مفتاح بن فرج العبد الله مع المركز الخامس. ونعود نعود الى البداية الى المقدمة الى الصدارة الى القيادة الى الريادة والى المتقدم وقاض 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 على المركز الاول عبد الله بن سعيد بن فجاج آل منيف الهاجري يقدم لنا بن منيف هذا الانطلاق اللي كيف اللي كيف انطلاق نحو الناموس نحو الانتصار نحو الفوز مع تحية لافتة الالف ومئتين. خلاص راح الكثير وما بقل القليل الاسماء بدأت تتحرك بهذه اللحظات بدأت الشعارات تظهر وتتضح وتبين بهذه الانطلاقة. وقاض يفتتح مجريات الكيلو متر الاخير بن منيف بن منيف بن منيف في مركز الكيف في المركز الاول. لكن ازهل 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 كأني به يقول ازهل الناموس يا الشرقي الشرقي على المركز الثاني. الله بن دلموك على المركز الثالث. وصل الشنجل وصل الشنجل ليقدم لنا راعي كرار انطلاقاته مع المركز الثالث مع انطلاقته وتقدم كرم سالم بن ناصر الشنجل. لكن ازهل 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 على البداية ازهل على المقدمة الشنجل قادم. الله يا الانطلاق يا التحليق الشرقي على المركز الاول مع المقدمة والصدارة. ابن الشنجل على المركز الثاني منافسة ثنائية الشنجل اشعاره الشرقي وشعاره. ازهل على المركز الاول ازهل على البداية على المقدمة على الصدارة نحو الناموس نحو التتويج نحو الانطلاق. ركز يا عبد الله هذا الانطلاق المميز عبد الله يقدم لنا انطلاقة ازهل نحو الناموس والتتويج مختطفا اول المراكز مختطفا ناموس الشوط بن الشرقي مع الانتصار مع الفوز مع التتويج. سلام يا ازهل سلام سلام يا الشرقي سلام مع المركز الاول الثاني. والتبريكات للوالد صالح بن حمد الشرقي ولعبد الله والجابر وللاخوان الكرام على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف ازهل على المركز الاول. المركز الثاني وصل مكرم لسالم بن ناصر بن محمد الشنجة. المركز الثالث كان الوصول من قبل لهب لحمد بن صالح بن دلموك. المركز الرابع وصل النداوي لعبد الله لمحمد بن عبد الله الفهيد. المركز الخامس كان الوصول من الكايد لعلي بن راشد بن سعيد البريص المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا معكم ازهل من خطف ناموسي هذا الشوط. توقيت الزمن 9 دقائق 18 ثانية 69 زمن الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن جابر بن صالح بن جابر الشرقي على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام كرم 9 دقائق 19 ثانية 49 زمن الثانية. التهاني والتبريكات لسالم بن ناصر محمد بن ناصر الشرقي المركز الثالث. كان الوصول من قبل شعار بن دلموك لهب توقيت الزمن 9 دقائق 21 89 زمن الثانية. التهاني والتبريكات لحمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك المري.